يا اهلا وسهلا، يا رب دائما تكونون بخير وصحه وعافيه. اليوم راح نسوي فتح صندوق عشوائي، وهو هذا اكبر صندوق عشوائي ممكن تشوفه. حسب الموقع اللي اشتريته من عنده يقولون ممكن تلقى اشياء ثمينه. كل 20 صندوق مثل هذني راح يخلون قطعه ثمينه، مثل درون، مثل بلاي ستيشن 5، مثل كاميرا، مثل تابلت على سبيل المثال، او ايباد، او ايفون 14 برو ماكس. فخلني اشوف حظي وشوف شنو الاشياء اللي موجوده بداخل هذا الصندوق الضخم. الحقيقه هو جدا ثقيل، يعني تخيلوا يعني بالقوه انا صعدته فوق هذا الميز حتى نسوي عليه مراجعه ونشوف شنو الاشياء اللي ممكن نحصلها من خلال هذا الصندوق العشوائي. فخلي نفتحه ونبلش نقول يا الله ونشوف شنو الاشياء اللي ممكن نلقاها بيه. هاي اول فتحة للصندوق، وصل لي البارحة. فاجأت يعني بالبداية، قلت هذا الصندوق احتمال يكون صغير، لانه مثل ما تعرفون اكو غش بالصناديق العشوائية. مثلا مرة من المرات اشتريت صندوق عشوائي سعره 70 دولار واجاني صندوق صغير، حتى ما سويت عليه مراجعة لانه كانت بيه اشياء يعني تافهة الصراحة. فهذا الصندوق ما اعرف شنو بيه، خلينا نشوف. واذا شفنا اشياء ممكن يعني حلوه فنسويها سلسله. اذا عجبكم الفيديو نسوي سلسله ونشوف شنو الاشياء اللي موجوده. تمام، هسه احنا فتحنا الصندوق، خلي اجي من هاي الصفحه حتى كل قطعه راح نسوي لها مراجعه. وبالنسبه للاسعار، اذا شفت فد شيء يعني ثمين او غريب يعني ممكن نطلع سعره على الاونلاين واخلي لكم سعره هنا بهاي المنطقة. بالبداية اول ما راح نجي راح نشوف هذا. اوكي، هذا شنو؟ هذا اكس ال مكتوب عليه. اوكي، هاي جفوف مثل ما تشوفون، حجمها اكس لارج. هاي جفوف، هاي راح اقدر سعرها تقريبا نقول 5 دولارات، لانه هي يعني باعتبار مفتوحه، بس هو جديد، هو بعده ما مفتوح نهائيا. يعني هذا هنا عندنا 5 دولارات. خلي نشوف شنو بعد موجود بهذا الصندوق الصغير. شوف هذا شنو هذا. اوكي، هذا ما اعرف شنو، او عرفته هذا شنو عرفته. هذا طبعا نخليه على ميز او طاولة، ونخلي جلاس ما شاي فوقه او استكان ما شاي فوقه. فهذا راح نقول سعره، لان هنا بيهن هواية، نقول سعره فد دولارين. هذا سعره، ما متأكد من سعر اني، بس يعني خمنت عليه سعره دولارين، ممكن ينباع بسوق الاحد على السريع. بالمناسبة اي واحد يريد من هذني الاشياء اللي موجودة ممكن يتواصل ويا انستغرام، وبالمستقبل القريب راح اسوي ويب سايت، لان الحقيقة هذني هواية اشياء يعني ممكن نطلعهن. هذا صندوق مليان غراض. هذا شنو هذا؟ اوكي، هذا كفر مال تليفون، بس مال يا تليفون ايفون كيس، ما اعرف يا تليفون هذا، خليني اشوفه هذا الكفر. اوكي، او هذا مال ايفون 13 برو ماكس، كيس كلش حلو، شوفون تجي وياه لزقه همينه مال الشاشه، حلو. هذا نقول عليه بسعره يعني نخمنه، نقول عليه فد 5 دولارات، يعني نقدر نبيعه، لان هذا جديد. هذا يعني هذا جديد مالته، هسه اذا تريدون تروحون تشترون هذا الكيس اقل شيء فد 10 دولارات. خلينا نشوف شنو بعد. الوان نقول سعرها ممكن دولار او دولارين يعني. اوكي، خلينا نشوف هذا شنو هذا الصندوق. هذا ما اعرفه شنو، خلي افتحه واشوف شنو بداخله. هذا جديد، هذا ما مفتوح. اوكي، قراصات مال بنات مال الشعر، حلو. خلينا نخليهن هنا، هاي نقول عليهن سعرهن 3 دولارات يعني. شوف هذا شنو، شنو هذا، شنو هذا، كايشيني هاي.
ما اعرفه شنو بس يعني هذا هياته برو تشويس، برو تشويس واحد مسوي هيجي. هذا ما اعرف يعني شنو، يعني ما راح اخلي عليه سعر الحقيقه. هاي شنو هاي هنا عندنا، ما اعرف شنو هذا، خلينا نفتحه. مكتوب هير مساج، ها مساج هذا مال الشعر، تمام هذا مال البشر مو مال الحيوانات، عرفناها ماليش. اوكي هاي هسه نقول عليها سعرها دولارين. اكو صندوق كبير هنا، هذا ما اعرف شنو بيه، خلي نفتح هذا الصندوق شوف شنو بداخله. مكتوب عليه بالعربي تحذير تصدر هذه اللعبة ومضاد قد تسبب الصرع للاشخاص الحساسة. هاي لعبة مال طفل. اوكي حلوة هاي اللعبة مال طفل هاي، شوفوا يا هذن يجن هنا، اعتقد هذن هيك يصيرن تشوفون هنا هيك، هاي همينة هيك. او منين تشتغل؟ ما بيها باتري. هاي من هنا اون بلاي، ما بيها باتري هاي، بس هو هذا شكلها تشوفون. هاي لعبة مال طفل، او يعني هاي من هنا هيك تفتر بعد وياها شغلات مالتها. هاي راح نقول عليها سعرها 5 دولارات راح اقيمها، هي اكثر اكيد بالاونلاين. هاي هيك لعبه اكيد سعرها فد 15-20 دولار، بس انا راح اقيمها 5 دولارات ممكن نبيعها على السريع. فهاي هنا نخليها. نشوف شنو بعد. اوكي بطاريات مثل ما تشوفون، بطاريات مال ساعه او مال لعبه، يعني هاي نقول عليها سعرها دولارين همينه. نشوف شنو بعد. هذا شنو هذا؟ ميد ان تشاينا، ميد ان تشاينا. هذا اعتقد هذا فرشة مال طاولة مال ميز، ما اعرف شنو. خلينا نشوف شنو هذا. حلو شوفون، هاي سفرة مثل ما نقول، سفرة مال طعام همينة حلوة، يعني نقول سعرها دولارين او 3 دولارات. انا داخلين هنا اللي ورا لان بعدين راح ارتبهن، يعني دوغ تشوفون هاي مثل العلامة او هيجي بيست فريند دوغ، يعني مثل التحفية تخليها بمكان، خليها هنا. هذا شنو هذا؟ هذا قلم، قلم هذا، وهذا كفر مال تليفون، هذا همينة مال ايفون 13 برو ماكس. حلو هذا الكفر كلش حلو، عجبني جوزاني اخذه الي هذا، يعني انا احب اللون يكون ابيض. هذا سعره 5 دولارات نقول عليه. طبعا هنا عندنا 2 من هذني الاشياء، هير مساج اسمها هاي، همينة نخليهن هنا. نشوف هذا شنو، هذا الشورت مال اطفال صغير يعني. شوف هاي شنو هاي، ما اعرف هاي مثل البراغي او بيها براغي وبيها ستان، ما اعرف يعني تعلاقه مثل ما نقول تعلاقه، واحد يعلق بيها بسمار ويدقها بالحائط ويعلق بيها. نشوف هذا شنو هذا، مال بابا نويل او مال احتفالات، يعني علم امريكا وهيك شيء بلاستيك. هذني مالاتها يشكلن بيها، يعني اعتقد هذني يكونن باب البيت او مكتب همينة، يعني نقول عليها سعرها 5 دولارات. هاي هنا عندنا كفر مال تليفون ثاني، هنا همينة كفر مال تليفون ثاني، هنا عندنا هذا همينة قلم. شوف بعد شنو هذا، همينة كفر مال تليفون، هذا همينة كفر مال تليفون. الحلو اللي بيهن ذني كفرات اللي يريد من عندهن، هذا مال ايفون 13 برو ماكس وايفون مكتوب عليه 12 همينه، لانه يرهم على شاشه 6.7، هذا الايفون الشاشه مالته كبيره يرهم عليه. هاي كم كفر صار؟ 5 كفرات تقريبا. عندنا هنا همينه جلافز، جلوفز همينه اكس ال، وعندنا هنا همينه اكو جلوفز همينه. هذني يفيدني، راح اخذ لي واحد من هنا اخليه بالجراج حقيقه، يعني كلش حلوات. هنا عندنا سفره همينه،
شوف هذا شنو هذا؟ هذا ما اعرفه شنو. خلي افتحه واشوف. شوف الباكيت مالته مرتب هذا. اوه حلو حلو هذا. شوفون هاي مثل ال مال البنات يلبسوها بايديهم، فشي كلش حلو. همينه هنا همينه عندنا هاي اعتقد همينه السفرة، يعني مثل ما نقول نخليها، يعني مثلا شايفين مرات واحد يروح سفرة المكان همينه ياخذها وياه، يعني يفرشها على ميز او بالقاع. يعني شوف هذا شنو. هاي رموش مال البنات، يا بنات اللي يريد رموش هاي رموش همين عندنا هنا. نشوف هذا كيس بايفون 13، حلو هذا الكيس. يعني شوف هاي الكفرات، كفرات كلش حلوه. شوف هذا الكفر مال ايفون 13 برو ماكس، وهاي همين نفس الشيء، نفس هاي اللي فتحناها همينه. شوف هذا شنو، دقيقه حقيقة هذا ما اعرفه شنو، هذا ما اعرف شنو مال بيت حداير بي براغي. ها عرفته، هذا يده مال بوفيه مثلا. هسه هاي المجارات الخشب مال المطبخ، او عندك مثلا مكان تريد له يسوي يده، فهذني اليدات مالاته. يعني حلو. وخلينا نشوف هذا شنو، شنو هذا. هاي همين السفرة اعتقد، يعني مال ميز. شايفين ميز جام مثلا، او عندك ميز خشب تخلي هي فوقها همين موجود. وهذا شنو هذا، شنو هذا، هذا ما اعرفه شنو، هيك بلاستيك صغير ما اعرفه شنو. شوف لعبة مال طفل، حلوة هاي اللعبة مال طفل. ونشوف بعد شنو عندنا همينه سفرة هنا همينه. تشوفون هاي السفرة، كفر مال ايفون 6.1، هذا مال ايفون الصغير ايفون 13، بس مو البرو ماكس الكبير، لانه هذا رام على الشاشة 6.1 البرو. الترا سليم فون كيس، حلو هذا الكيس. بعدنا هنا همينه كفر ثاني همينه مال سامسونج، هذا اعتقد همينه مال سامسونج هذا الكفر. وهذني كفرات همينه، هذا نفس الاحمر همينه كفر. هواي كفرات مال تليفون طلعت لنا. شوف هاي شنو، هاي الشاحنه يو اس بي 20 واط، هاي شاحنه سريعه يو اس بي، حلوه جديده بعد ما مفتوحه. شنو هذا، هذا جزان صغير يصير بناتي. شنو هذا، خلي نفتح نشوف هذا شنو، هذا مبين عليه فتشي حلو. اوه حلو هذا، هذا مثلا عندك مثلا باج او تليفون تقدر تعلقه بيه او شيء، تخلي هنا وتعلقه براسك مو اعتقد. هسه اشوفكم يا شنو، لا مثل ما قلت اني هذا مال باج، باج تخلي الباج هنا، مثلا عندك باج او فد شيء هنا تحافظ عليه تخليه وتخليه هنا. حلو شوف هيك تخليه هنا. بعد هذا شنو هذا، لك هاي شيني، هاي ما اعرف شنو هذا، شنو هذا، هاي يلبسونه براس هيجي. ما اعرف شنو هذا، همين بلاستيك هذا ما عرفته شنو. عندنا هنا مجموعة مال البطاريات نوعية صغيرة همينة، تشوفون بطاريات. خلينا نشوف هذا شنو، هذا الصندوق بالكذب فد شي ثمين. اوه صوند، طبعا ابوي قبل كم يوم راد صونده وحتى اشترى وحده. شوفوا هاي الصونده، هاي نقول عليها سعرها 10 دولارات الصونده.
شكله حلو لونه اخضر فسفوري. بعد شنو عندنا؟ طبعا لحد هسه احنا وصلنا نص الصندوق. هذا شنو هذا؟ هاي حافظة مال اكل مو؟ هي حافظة هاي مال اكل، خلي بيها الاكل الفواكه وتتخلى بالثلاجة. حلوة، خليها بالقاع. شوف بعد شنو عندنا؟ طبعا هواية طلع لي من هذني، هير مساج اسمها، كلش هواية طلعن. شوف هسه هذني هنا عندنا اربعة، عندنا هنا اثنين همينة هير مساج. ونشوف هذا شنو، شنو هذا لاكي، ما اعرف شنو هذا. هاي دقمي. هاي همينة ميدالية عندنا، ميدالية هيجي شي شكلها على شكل جوست. وعندنا هنا كتاب The Four Sack، شنو؟ The Four Secrets. هذا الكتاب هذا ما اعرف ليش مخلي لي الكتاب، مع العلم انا ما احب القراية، قلت لهم ما اريد كتب. هاي حلوة، هاي مال المطبخ، كفر مال تليفون. هذا ما اعرف شنو هذا. ها عرفته، هذا مال كوسر مثل كاغت جام او هيك شيء يعني. هذا شنو هذا؟ هذا ما اعرفه شنو. هاي الاشياء اللي ما اعرفه شنو ما راح يعني اتعب نفسي بيها واظل ادور عليها. اوكي خلينا نشوف هذا شنو همينة. هذا هذا منظف مال اذن، شوفون يعني واحد يخليه باذنه وينظف بيه الاذن. شنو هاي؟ مثل علاقة مثل ما نقول عليها يعني خشب. هذا شنو هذا؟ هذا نفس مال الباج اللي قبل شوي شفت لكم اياه، الواحد يعلق بيه الباج. وهذا ما اعرفه شنو هذا، بس فتشي مسلفن. شنو هذا؟ خلينا نفتحه ونشوفه. عرفته، هذا مال ايش؟ هذا مال سمك. شوفون هذا مرسوم عليه مال السمك، يعني خلونا هذا داخل الحوض مال السمك والسمك يقوم يطب منه ويطلع من هنا. هسه عرفت هذا مال ايش هذا. وهسه خلينا نشوف همينة بعد شنو راح يطلع لنا. دا اشوف انا فد شي كلش حلو مبين عليه، وانا احب الاشياء الالكترونية. مثل ما تشوفون هارد درايف 2 تيرا بايت، بس هذا الحجم كبير بس حلو 2 تيرا بايت. وهذا النوعية الماركة اسمه WD بلو، جدا ممتاز. خلي اشوفه يجوز ما يشتغل، يجوز يشتغل ما اعرف يعني، لانه لا بي كرتونه ولا هيك شيء مخلينا بالباكيت. خلينا نشوف شنو بعد ممكن نلقى. اكو فد شيء همين هنا، شنو هذا؟ هذا يجي كامل هو الشاحنة مالته. USB 3.5. ها عرفته، هذا يجي يقعد بي الهارد درايف، يعني هذا الهارد درايف يجي يقعد بي هنا وتقدر تشغله تنقل ملفات من عنده. حلو، ممكن هذا يفيدني الي اني. خلينا نشوف بعد شنو. روغ LED بايك ويل لايت، حلو. ها هذا LED مال بايسكل، شوفون يعني يصير اللي قدام واللي ورا. وهاي الالوان البيطي، الوان يعني اعتقد يعني، خلينا نفتحه ونشوف. هذا هيك يشكل بالبايسكل بالويل. حلو، خلي راجع بالباكيت مالته. شوف هذا
شو بعد شنو؟ شيني هاي؟ لك هاي شيني هاي؟ ما اعرف هاي فرشة شوفونها؟ كفر مال تليفون همينة خلوه الكفرات. قناع مال وجه هذا ما اعرف شنو اي قناع قناع مال وجه تراك سود او بجامة درنفيس درنفيس هيك هذا بوحده وحداني ما اعرف شنو سالفته بس هيك بوحده شنو هاي هاي جنطه بس ما اعرف مال ايش هون هاي جنطه ما اعرف شنو يخلون بيها خلينا نفتحها ونشوف شنو هاي اللي يعرف هاي مال ايش خلي يكتب لنا هاي مال ايش هاي الجنطه هيجي جنطه هاي الكبر هاي وهاي العلامه مالتها هيجي حقيقه ما اعرف شنو يخلون بيها بس اك الها فتشي يعني خاص يجي يقعد بيها بس ما اعرف شنو هاي اوكي خلينا نشوف هاي شنو هنا هاي مال اعياد ميلاد هيجي شغلات مال هابي بيرثدي هذا يهمنا ما اعرف شنو هاي هذا صندوق بس ما اعرف شنو بيه خلي نفتح ونشوف شنو بيه وين الكتر الكتر اختفت صارت وين غلط جوا عرفتها هاي مال ايش هاي مال بزونه شوفون مرسوم عليها بزونه هاي البزونه تسوي بيها هيك هاي بزازين يحبن يحكن باظافرهن فهاي مال بزونه شوف بالله بعد شنو هذا صندوق همينه ما اعرف شنو بيه خلينا نفتحه ونشوف صندوق مال الذهب شنو هذا الصندوق هذا صندوق خشب صندوق هذا هيجي شكله اعتقد هذا رف هذا خلون شامبو مثلا هنا خلون هيك شيء اعتقد بالمطبخ او بالحمام او ما اعرف بس ينفتح من هنا منينه شنو هاي اي شوف ينفتح من هنا وهذا شكله هيك من جوا ما اعرف شنو يستخدمون الحقيقه زين بس حلو شكله حلو عندنا بعد كفر مال تليفون همينه هذا صندوق عشوائي بداخل صندوق عشوائي هذا بيه فلين هواية شوف الفلين اللي بيه خلي اروح اذب الفلين بالزبالة واجي هذا مال تيبل لام يعني هيك يجيب وحده ما اعرف يعني البقيه وينهن هيك يجيب وحده قزاز همينه هذا فتشي كلش ثقيل اوه
هذا ما اعرفه شنو هذا، فشي كلش ثقيل. خلي نفتحه ونشوفه شنو. ما اعرف شنو هذا، فشي كلش ثقيل. معقوله هذا مال حديد هيك يعني؟ يمكن مكتوب عليه 2 كيلوغرام كيلوين. شنو هذا؟ ما اعرف يعني، معقوله يمكن هذا مال هيك مال حديد؟ يمكن. شنو هذا بلاستيك؟ اللي يعرفوا هذا شنو خلي يكتب لنا، بس مكتوب عليه الحجم مالته الوزن مالته اللي هو الكيلوين، ويجي انقطعتين بي. I know. اشياء غريبة. شوف هاي شنو هاي؟ هذا عندنا هنا قلم ماجيك ابيض. و ها هذا جوز النشاب. حلو. بعد جديد ما مفتوح. جوز النشاب مع الاطفال. وهذا كل ما في الصندوق. شوف هذا الصندوق فراغ. هاي الاشياء اللي لقيناهن بحقيقة اكو اشياء حلوة. الكفرات مال تليفونات كلش عجبتني، ولهن كمية كبيرة بالهارد درايف والقاعدة مال هارد درايف، وبعض الاشياء همين ممكن نستفاد من عندها. فلهنا وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو وتردون نسويها سلسلة دائما نشتري صناديق عشوائية ونفتح، لان اكو هواي مواقع ممكن نشتري من عندها. وخلوا لايك وخلوا اشتراك اللي ما مشترك، ومع السلامة.